زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معانا الصورة اللي معانا النهاردة صورة تتويج نادي برشلونة بأول ألقابه في الموسم الحالي كاس السوبر الأسباني بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي 3-1 في مباراة سيئة من النادي الملكي علشان يقدر نجوم البارسا بقيادة جافي يردوا اعتبارهم من جديد أمام النادي الأسباني ويفوزوا باللقب ويعززوا رقمهم القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الأسباني بعد ما خدوه 14 مرة في تاريخهم. وكمان البطولة دي بتعتبر أول ألعاب تشافي مع برشلونة من أول ما تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2021. خليني حققت امنيتك. حققت امنيتي، قلت لك انا بشجع برشلونه والاهلي، بدانا ببرشلونه فاضل لنا الاهلي ان شاء الله بكره ويوم السبت. والحقيقه خلينا نقول انه انجاز جديد لبرشلونه مع تشافي، والحقيقه انه الماتش كان ممكن يخلص 5، يعني برشلونه كان ممكن تكسب 5 مستريح بالفرص اللي ضيعتها، وخصوصا وان اللعيبه في ريال مدريد ظهروا خلينا نقول بشكل باهت وسيء جدا، وكانهم اصلا يعني ما حضروش الماتش، وده قلق جمهورهم خصوصا وانهم بينافسوا على بطولات كبيره الفتره دي، ودي حاجه مبشره جدا لجمهور النادي الاهلي لان احنا هنقابل ريال مدريد بنسبه كبيره في كاس العالم للانديه. فشفنا المستوى اللي بيقدموه واللي وصلوا له، ويا رب ما يفوقوش بقى على حظنا يعني يا رب كده يفضلوا زي ما هم ونقدر ان شاء الله نتخطاهم ونكسب لو قابلناهم.